عودة لعشرة الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. طبعا الأهلي الحمد لله رب العالمين وصل بالسلامة لأرض المغرب الشقيق استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي وللمرة الثامنة عبر تاريخه. الأهلي إن شاء الله هتنطلق أولى مبارياته يعني مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله. طبعا هنتكلم أكيد في كل تفاصيل هذا اللقاء وكل التوقعات وكمان كواليس البعثة مع كابتن جمال السيد نجم النادي الاهلي السابق اللي منورنا بحضوره الكريم في حلقتنا النهارده. يا صباح الخيرات واهلا بك يا كابتن. صباح الفل عليكم وعلى جماهير النادي الاهلي طبعا وعلى قناه الاهلي، وان شاء الله يا رب التوفيق كله طبعا للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. يا رب يا رب ان شاء الله الكره المصريه يا رب منورنا كالعاده، مع انها بتبقى على فترات بعيده بس منورنا لما تكون معانا طبعا في 10 الصبح في الاهلي تحديدا. وخلينا نبدا بفكره هنا السفر، بس قبل ما نتكلم عن المباراه نبدا بالتحضير الفترة اللي هي ما بعد إغلاق الملف المحلي والدوري طبعا مع البنك الأهلي، واستعداداتنا من الليلة الثانية أو من اليوم الثاني، وكواليس اللقاءات مع مارسيل كولر باللعيبة، ومين من اللعيبة جاهز ومين اللعيبة مش موجود، وموقف كهرباء والحاجات دي كلها اللي احنا حابين ان احنا برضو نتكلم على. خلينا نبدأ من النقطة دي، كيف بترى كابتن جمال المفروض يكون الاستعدادات اللائقة علشان أبدأ أقول ان انا رايح لكأس العالم للأندية بس مش رايح أكون ضيف، انا مش رايح أشارك وأمشي، انا رايح أشارك وأعمل فارق عن البطولة الأخيرة أو البطولات السابقة. ده كلام محترم طبعا. النادي الأهلي طبعا من مميزاتنا دايما أو مميزات النادي الأهلي حتى فنيا، بمجرد الانتهاء من البطولة أو ماتشات في بطولة معينة بيقفل الملف خالص ويبدأ يفكر في البطولة القادمة وهي طبعا بطولة كأس العالم للأندية. وده كان فعلا تحديدا بعد مباراة البنك الأهلي. النادي الأهلي بدأ يفكر جديا طبعا في البطولة وإن شاء الله يبقى له بصمة جيدة عن السنوات السابقة. اعتقد ان فنيا الحمد لله الفرقه تقريبا جاهزه بنسبه تقريبا يعني 100%، يعني اصابه وحيده اعتقد احمد نبيل كوكا بس هو اللي اتخلف عن السفر، وباقي الفرقه الحمد لله كلها جاهزه، اعتقد جاهزه بشكل كويس يعني. حتى بعد الايقافات طبعا محمود متولي رجع، والجزئيه بتاعت الناحيه الدفاعيه اعتقد ان هي اتظبطت بشكل كبير جدا جدا بتواجد خالد عبد الفتاح. طبعا اعتقد ان هو لعيب يعني شبه جوكر، عمل بصمه من اول ما انضم مع النادي، يعني كصفقه كانت فعلا ناجحه جدا بصراحه. لا واضح طبعا، واضح لان حتى لعيب جوكر يعني فاجئنا بيه في مباراه نادي الزمالك ان هو لعب مدافع طبعا، كانت في ظل الغيابات الكتيره اللي كانت في المدافعين في النادي الاهلي، لعب مدافع بشكل جيد جدا يعني ادى اعتقد على نفس المستوى اللي بيلعب هو المفروض ان هو ظهير ايمن، جايبينه بديل جيد طبعا لمحمد هاني. اعتقد المنافسه هتبقى قويه جدا في المركز ده، وان شاء الله شايفه لعيب كويس يفيد النادي الاهلي في الفترات القادمه باذن الله ان شاء الله. طبعا يعني بديهي جدا ان لكل مقام مقال، وكاس العالم للانديه هتواجه من خلالها مدارس كرويه مختلفه ومستويات قد تكون اعلى بكتير من اللي انت بتواجهها في المسابقه المحليه او في الدوري المحلي. ومع هذا اخذا في الاعتبار التألق اللي ظهر عليه لعيبه النادي الاهلي في اخر كام ماتش في الدوري قبل السفر طبعا للمغرب، وتصدر النادي الاهلي لجدول يعني الدوري، هل ده ممكن يبقى بشكل او باخر مؤشر لكواليتي اداء النادي الاهلي اللي هنشوفه ان شاء الله في كاس العالم للانديه، ولا لكل مقام مقال؟ لا بالظبط، النادي الاهلي طبعا اعتقد بطوله كاس العالم للانديه بطوله كبيره، واعتقد النادي الاهلي بيركز فيها بشكل كويس قوي. حتى الفترات السابقه لما اشترك كان دايما النادي الاهلي بيسيب علامه ممتازه، منهم البرونزيه اعتقد في سنه من السنين، والسنه دي شايف ان هي هتبقى يعني بطوله قويه طبعا فيها فرق كبيره جدا، ريال مدريد واوكلاند سيتي والسياتل، وطبعا يعني فرق تحس ان هي مدارس كرويه مختلفه فعلا، كانها كاس يعني مش عايز اقول كانه كاس العالم للمنتخبات. اه بالظبط زي كاس العالم للمنتخبات، اتفرج على مدارس ودول كتير ومدارس كرويه مختلفه. النادي الاهلي اللي بيميزه ان دايما لكل بطوله بيديها دوافع جديده، الدوافع الجديده دي بتاثر قبل الجزء الفني، اللعب بحماس وروح قتاليه عاليه واسم النادي الاهلي واسم مصر دايما. يعني احنا حسينا الجزئيه دي لما كنا بنلعب في النادي الاهلي او لسه بنلعب في الملعب قبل الاعتزال، فدي نقطة بتبقى أهم أوي، أعتقد إن هي بتفرق كتير جدا من الناحية الفنية، علاوة على إن إحنا فعلا كواليتي اللعيبة اللي عندنا دلوقتي أعتقد إن اللعيبة متميزين جدا، في لعيبة بدأت تفوق بشكل كبير طبعا. بس خلي بالك نفس الدوافع ونفس الحوافز بطبيعة الحال موجودة عند كل الفرق اللي أنت هتقابلها في البطولة. ده وضع طبيعي، بس اللي بيفرق برضو النادي الأهلي بيبقى إحنا بالنسبة لنا دوافعنا والحماس اللي بنلعب بيه، أنا أعتقد إن إحنا ممكن نتفوق على أي حد، أيا كان اسمه. يعني طبعا في انما انا شايفه حتى في اداء النادي الاهلي بيلعب بتوازن كبير جدا،
عندنا نص ملعب متميز جدا، في دياند وفي حمدي فتحي وفايقين بشكل كبير. عامل صفقات كمان مهمه كنت في حاجه ليها، سواء في الدفاع او حتى دلوقتي في راس الحرب او غيره. تمام. طيب كابتن جمال وكريم، تسمحوا لنا نروح دلوقتي زميلنا العزيز جدا كريم احمد، وكواليس طبعا بعثه الاهلي قبل مونديال كاس العالم للانديه. كريم بونجور، صباح الفل عليك، وتحياتنا لكل البعثه عندك ولكل كمان يعني اخواتنا هناك في المغرب. وحابين جدا دلوقتي نعرف بص التفاصيل الصغيره جدا، ازاي دلوقتي التفاصيل والكواليس والاستعدادات والاجتماعات دار فيها ايه كمان، وخلينا نطمن على جاهزيه اللعيبه فنيا وكمان ناحيه يعني طبعا يعني في البدايه كل التحيه ليكي، برحب بيكي زميلتي. انا لسه ما كملتش يا كريم. وكابتننا طبعا الكبير الكابتن جمال السيد، يعني بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه الرحله وفي هذه البطوله الغاليه جدا على كل جمهور النادي الاهلي. امور عديده وترتيبات الحقيقه طبعا كانت من القاهره للترتيبات الاداريه، رئاسه الكابتن محمود الخطيب كالعاده كرئيس بعثه النادي الاهلي اللي بيبقى فيه اضافه كبيره جدا ومردود ورساله كبيره جدا للاعيبه النادي الاهلي للتحفيز والتركيز بشكل عام، بعيدا طبعا عن كل الامور الخاصه بالرغبه المتجدده وبالدوافع الكبيره جدا عند لاعبتنا وعند الجهاز الفني. لكن يعني في طمانينه بشكل كبير جدا عند الجميع، عند جمهور النادي الاهلي، ان النادي الاهلي كان ظاهر باداء اكثر من رائع خلال الفتره الماضيه، فيمكن بيدينا مؤشر كبير جدا ان شاء الله بمشيئه الله ان باذن الله نقدر نوصل لنقطه بعيده جدا في هذه البطوله. الامور بالنسبه طبعا للرحله، عايز ابدا معاكم طبعا الرحله اللي كانت طبعا من القاهره، زي ما الكل طبعا عارف رحله النادي الاهلي استغرقت اكثر من 5 ساعات ونصف للوصول طبعا هنا الى طنجة، ومباشره عقب الوصول يعني هي رحله طبعا طويله شويه لان احنا استقلينا حافلات الى تطوان والفندق الاقامه طبعا الخاص بتطوان اكتر من ساعه ونص طبعا، فيمكن كانت رحله شاقه شويه على لاعبي النادي الاهلي. لكن زي ما باكد لك انا هوندي زميلي كريم كابتننا طبعا كابتن جمال، لابد يكون في تضحيات كبيره جدا، لابد يكون في تركيز اكبر مع لاعبي النادي الاهلي. النهارده اليوم الحقيقه يمكن هيكون مليء بالاجتماعات، ايضا كمان التدريب الاول لفريق النادي الاهلي هيكون على ملعب صينيه الرمل. يمكن البرنامج الخاص حتى موعد المباراه، احنا طبعا وصلنا 28 29 30 31 هنكون متواجدين هنا في تطوان، ويمكن النادي الاهلي ينتقل يوم 31 ليلا الى طنجة لاقامه في فندق اخر استعدادا طبعا للمباراه اللي هتقام على ملعب ابن بطوطه بطنجة في 8 مساء بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت القاهره. الملعب طبعا ملعب التدريب بيبعد هنا عن فندق الاقامه اكثر من 25 دقيقه، لكن الحقيقه الجانب المغربي طبعا والجانب الامني الحقيقه بيقوموا بدور كبير جدا، كانوا في استقبالنا ترتيبات الحقيقه على اعلى مستوى كالعاده، سفارتنا هنا طبعا والتنسيق الكبير، الجانب الاداري الكابتن سيد الكابتن سمير عدلي، كل الامور دي الحقيقه امور طيبه جدا. ايضا كمان بعثه فريق النادي الاهلي يمكن عندها عدد كبير جدا متواجد معاها، الكابتن محسن صالح متواجد، الكابتن ايضا كمان زكريا ناصف، الكابتن محمود الخطيب كالعاده، يمكن عدد كبير طبعا بيضم هذه البعثه للمسانده والمؤازره الكبيره جدا لفريق النادي الاهلي. فيا رب ان شاء الله بمشيئه الله النهارده يكون تدريب قوي. التدريب الاول يا كابتن جمال انت عارف يعني الرساله الاولى بتبان، التدريب الاول بيبين لك مدى جاهزيه اللاعبين ومدى جديه اللاعبين في هذا الامر، فيا رب ان شاء الله بمشيئه الله كل الامور تكون في صالح النادي الاهلي، وتكون هذه البطوله الغاليه جدا نقدر نوصل بيها لنقطه بعيده جدا بالتضحيات والتركيز والشخصيه الكبيره جدا لفريق النادي الاهلي. سامعني صح؟ سامعني يا كريم ولا ايه؟ يعني في بس ترحيل بسيط كده، في ديلي بس يا رب يكون سامعنا. مش سامع. طيب نحاول نرجع لان مهم كمان نستفسر عن هنا فكره برضو الجو والاجواء وفكره كمان الاستقبال، حابين ان احنا نعرف، ناس كتير بتبقى حابه ان هي تعرف برضو الاستقبال عامل ازاي، الصحافه كيف تتحدث، الدعم ازاي، الهاشتاج طبعا المغرب كانت عاملاه للنادي الاهلي، الملعب كمان، وكنت عايز اعرف التذاكر والناس الحضور او الساده يعني اللي هيتابعوا كمان جايين من انحاء العالم ولا لا، كنا عايزين برضو ناخد نبذه يعني عن كل الجماهير اللي هتكون موجوده. نحاول نرجع مره تانية ان شاء الله، بس سوفر برضو يعني استاذ جمال من خلال خبره حضرتك قبل كده، بتشوف ايه الفارق ما بين النادي الاهلي ومشاركته دلوقتي والسنوات يمكن اللي فاتت؟ والله النادي الاهلي اعتقد ان السنوات اللي فاتت يعني السنوات اللي فاتت اديت برضو خبرات للاجيال اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي. يعني الجيل ده انا شايفه ان جيل طموح جدا وعندهم اصرار ان هم يعملوا حاجه كويسه، وزي ما قال استاذ كريم برضو اعتقد ان هي هتبان من التدريب الاولاني، بيبان اصرار اللعيبه والتركيز بتاعهم. النهارده تدريب مهم طبعا، يعني يعرفوا الاجواء ايه، الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه للاجواء في المغرب. اعتقد النهارده اصرارهم بيبان في التدريب بدايه. النادي الاهلي لما بيجي مع اول مباراه وبنشوفه في اول مباراه اعتقد بتفرق كتير قوي معاه، وان شاء الله اعتقد النادي الاهلي باذن الله يتفوق على اوكلاند سيتي في الحاله الفنيه اللي احنا شفناها في مباراه الزمالك ومباراه البنك الاهلي.
طيب مكتوب لنا نعرف اجابات الاسئله اللي طرحتها الهواد من شويه. رجع لنا من جديد زميلنا العزيز كريم احمد من المغرب. اهلا بيك مره ثانيه يا كريم، واتمنى تكون سمعنا بشكل واضح. وكانت نهود بتسال على تفاصيل كتير الحقيقه، فيعني لو انت سمعنا بس يعني يا كريم، انا وكريم حابين نعرف انك طبعا الاستاذ. لا انا سامع تمام، اتفضلي. سامع كويس جدا. طب رائع جدا. احنا كنا حابين برضو نطمن الساده دلوقتي اللي بيتابعونا والمشاهدين عن فكره هنا الاستضافه والصحافه كيف تكتب، الدعم اللي النادي الاهلي بيلاقيه يا كريم، اتكلمنا عنه، الملعب وكمان التذاكر هل اتباعت كلها ولا لا. حابين نعرف منك برضو يعني اي معلومه ممكن اخرى تفيد دلوقتي وتطمن في نفس الوقت الجماهير اللي بتتابع، جماهير سواء بقى هقول المصريه او الجماهير الاهلاويه. اتفضل. يعني هبدا معاكي طبعا زميلتي نواند بالجماهير اللي كانت متواجده كالعاده بمؤازره فريق النادي الاهلي عقب الوصول الى مطار طنجه. كالعاده جمهور النادي الاهلي ورا الفريق في اي حته، اما بتشوف المؤازره والمسانده والهتاف للاعيبه للنادي الاهلي، كل بيقول لعيبه النادي الاهلي العب بجديه وبشخصيه هتوصل لاخر نقطه وابعد نقطه في هذه البطوله. فيمكن دي بتدي رساله كبيره جدا للعيبه، ملايين جماهير النادي الاهلي منتظره النادي الاهلي وظهوره الجيد جدا، فيمكن كل الامور دي يعني بتساعد بشكل كبير جدا مع فريق النادي الاهلي ان هو يظهر بشكل جيد جدا. الصحافه طبعا، فريق اوكلاند سيتي، كل الامور دي. نادي الاهلي قيمته كبيره جدا في افريقيا وفي المغرب تحديدا، يعني الشعب المغربي والمغرب بيعشق حاجه اسمها النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بقيمته الكبيره وبتاريخه الكبير. فيمكن كل الامور دي شفناها ولمسناها في لحظات بسيطه جدا. يمكن النهارده هو اليوم هيبدا وهيبان تحركاتنا وهيبان كل الامور دي، لكن واضح الاهتمام الكبير جدا بالنادي الاهلي بالارقام وبالتاريخ المره الثالثه على التوالي، المره الثامنه في تاريخ النادي الاهلي عدد المباريات. عندنا سكواد رائع ومميز جدا، يمكن كل اللعيبه متواجده. عايز اطمنك على القايمه، قايمه النادي الاهلي الحمد لله متواجده بالكامل باستثناء طبعا كوكا اللي طمنا من طبيب النادي الاهلي دكتور احمد وعبل على حالته، ويمكن عنده شد بسيط فيمكن فضل الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي والطب ان هو يكون طبعا غير متواجد، لان احنا عايزين الجاهزيه الكامله والتامه لكل لاعبي النادي الاهلي. مباريات محتاجه قتال بشكل كبير جدا، مباريات محتاجه اصرار كبير جدا. فريق اوكلاند سيتي عنده من التاريخ وعنده من الارقام، لكن هذه المباريات مباريات كؤوس، نعتبرها مباريات نهائيه لان هي دي المباراه اللي هتفتح للنادي الاهلي الطريق في البطوله. فيا رب يا رب ان شاء الله باذن الله بدعوات كل جمهورنا العظيم، وايضا كمان بالجديه الكبيره جدا لفريق النادي الاهلي وبالقياده الفنيه الرائعه والمميزه الحقيقه المستر كولر، اللي الحقيقه يمكن يعني بيقابل ظروف صعبه جدا من تحديات ويمكن غيابات كثيره جدا، فيمكن امر بيكون فيه صعوبه، لكن الراجل بيحاول ان هو يوفق طبعا بعض الامور. بنلاقي خالد عبد الفتاح بيلعب مش في مكانه، وبنلاقي محمد هاني بيتالق بشكل كبير، امور عديده جدا بنشوفها في مباراه بطوله الدوري العام. لكن طبعا انت عارف خلاص في اختلاف كبير جدا من بطوله الدوري العام وبطوله كاس العالم للانديه، فيا رب ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده جدا لفريق النادي الاهلي من تدريب اليوم ولكل حدث حديث ان شاء الله بعد هذه المباراه. هنتابع طبعا، وتغطيتنا مستمره مع حضراتكم ومع زميلنا العزيز كريم احمد في المغرب خطوه بخطوه. اخر حاجه هسالها لك يا كريم، الطقس عامل ايه؟ لان انا سمعت ان المغرب ابرد من مصر بكتير، يعني في فرق في درجات الحراره. طيب ما فيش مشكله. جامده جدا. طيب لقيت هو بسمعش وتقريبا الخط قطع، قالت لك طيب حس كده يبقى نكمل دردشتنا بقى مع كابتن جمال شويه. على فكره شيء رائع ومن حسن الحظ ان احنا يعني النادي الاهلي بيشارك في النسخه دي من كاس العالم للانديه في المغرب، لان اللي واصل لنا والاحساس اللي عندنا كمصريين وكاهلاويه بصفه خاصه وكان النسخه دي من كاس العالم بتتنظم في مصر، يعني ضامنين التشجيع من اخواتنا وحبايبنا في المغرب، رغم ان عندهم واحد من اكبر الفرق المغربيه بتشارك في النسخه دي الوداد المغربي فيه. فدي نقطه طمانه تستحق عليها جماهير المغرب الحقيقه كل التحيه والاشاده. كل التحيه طبعا. عايزين بقى نرجع مره ثانيه استكمالا برضو للتفصيل اللي كنا بنتكلم فيها حته الصفقات الجديده. تعتقد ايه نسبه مشاركتهم طبعا بناء على رؤيه مستر كولر في مباريات كاس العالم للانديه؟ لان هنا ممكن يبقى في وجهتين نظر. وجهه نظر بتقول ان انت محتاج اللعيبه اللي هي اوريدي منسجمه مع بعض وعندها خبرات مع بعض بالزبط. فده هيبقى مهم. وجهه نظر ثانيه بتقول ان انت اللاعب اللي لسه منضم لك حديثا هو بطبيعه الحال لازم يثبت نفسه، عايز يبتدي مشوار بطولات مع النادي الاهلي، ومفيش احلى من بدايه زي كاس العالم للانديه. فتعتقد نسبه مشاركتهم هتكون واصله لكام؟ اعتقد طبعا دي اول حاجه يعني تيجي لوجهه نظر مستر كولر او الحاله الفنيه اللي عليها اللعيب، زي ما فاجئنا في ماتش الزمالك بخالد عبد الفتاح، يعني حتى لسه كريم دلوقتي متكلم عن الجزئيه دي، بقيت في منافسه قويه في مركز الباك اليمين في خالد عبد الفتاح، وفي دلوقتي محمد هاني طبعا كلاعب عنده خبرات سابقه. ولكن دخول اللعيب في التوقيت او التايمنج اللي يخش فيه اعتقد دي بتبقى جزئيه مهمه جدا لمستر كوره حسب انسجامه زي ما حضرتك قلت، ومهم جدا حسب شخصيته. اللعيب اوقات ممكن تبقى شخصيته
تجبر المدرب ان هو يلعب المباراه. يعني اللي انا سمعته بين الكواليس من زملاء ان قبل مباراه نادي الزمالك سال خالد عبد الفتاح قال له تلعب مدافع؟ فالولد بدون تردد قال له ايوه العب مدافع. فكون ان هو بيحسها وشايفها في وشه وشايف الاصرار في عينيه لعبه مدافع، وكانت مفاجاه بالنسبه لنا، لان الطبيعي كان الطبيعي محمد هاني بيعرف يلعب مدافع طبعا كويس في الظروف طبعا الاجباريه اللي بتحصل فيها اصابات او ايقافات. ففاجئنا ان لاعب خالد عبد الفتاح جوه الملعب ومحمد هاني في مكانه، ده برضه فكر قال ما غيرش مكان محمد هاني ودخله جوه، وفي نفس الوقت يبقى لعيب جديد بيلعب في ناحيه اليمين. فقال لا انا لما جازف بجزئيه واحده جزئيته المدافع اعتقد ان هي اقرب الى الصواب، وفعلا ونجحت بشكل كبير. نيجي للجزئيه الثانيه اللي هي بتعمل منافسه بشكل كبير جدا، عندنا في نص الملعب ثلاث لعيبه خبره هايلين طبعا، ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه. هيختار منهم اثنين حسب طريقه النادي الاهلي اللي بيلعب بيها عاده 4-2-3-1، او ممكن يعدلها، ولكن هو بيحب يلعب بالطريقه دي وشايف ان هي ناجحه معاه بشكل كبير. يعني الثلاث مراكز دول هيختار منهم اثنين، بتعمل منافسه قويه جدا، يعتبر من اقوى ثلاث لعيبه وسط الملعب مدافعين، ديانج والسوليه وحمدي فتحي، تختار منهم اثنين اقوياء جدا. في منافسه كمان جت ناحيه اليمين وناحيه الشمال اللي فيها حسين الشحات، في كريستو دلوقتي دخل برضه. كريستو اللاعب المحترف محمد الضاوي لسه جايبينه جديد، لعيب تونسي ولاعيب كويس قوي، تحس ان هو عايز يعمل حاجه. نزل جزء صغير في مباراه الزمالك او مباراه البنك الاهلي واجاد بشكل كويس، تحس ان اللاعب بيمسك كوره عنده شخصيه، عنده شخصيه النادي الاهلي. ان انا اخش في وسط الفرقه وعندي الجراه والدوافع اللي تخليني العب دي مهمه جدا جدا. اكيد طبعا. انما التوقيت بقى اللي بيختاره اللي بيحس بيه، الوحيد اللي حاسس بيه اعتقد مستر كولر في بعض المباريات، ولكن في مباراه اوكلاند سيتي اعتقد ان هو هيلعب بمعظم اللعيبه اللي عندها خبرات. يبقى عندها خبرات المباريات، رجليها في الملعب بدات تخش بشكل كويس، منهم كهربا فاجئنا طبعا بعد فتره غياب طويله. سجل هدفين وسجل طبعا هدف طبعا وعمل اسيست، تحس ان هو يعني لا ده رجليه في الملعب موجود طبعا. صحيح. وفي نوعيه لعيبه كده ما تتاثرش بالغيابات، يعني منهم كهربا لما نزل الملعب اجاد بشكل بالعكس كويس. بالعكس في لعيبه وفي بشر عامه التحديات بتزيدهم قوه مش ضعف، فكهربا اثبت ان هو فعلا من الناس دي. طب كابتن جمال خلينا نقارن شويه النسخه دي بالنسخه الماضيه، تمام؟ دي اقرب نسخه فنقدر ان احنا نعرف الفروقات عشان نطمن على النتائج الى حد ما ممكن تبقى مؤشر. انا رحت السنه اللي فاتت كاس العالم للانديه ما كنتش في افضل حالاتي، مش هقول فنيا بس، لا هقول فنيا ونفسيا. ما كنتش الافضل ابدا، نتائجي ما كانتش الافضل كمان لا محليا ولا افريقيا. انا كنت رايح شويه مقلق مش واثق، عندي بعض المشاكل في بعض المراكز. تعالى هذا الموسم او هذا العام احنا عندنا تقريبا تغطيه لكل النقاط اللي انا قلتها، ده العكس بقى او النقيض هو اللي حاصل. ففي كده بشاير بتقول ان ربما السنه دي مشاركتنا في كاس العالم للانديه يعود بثمار مختلفه عن العام الماضي، الى اي مدى بتشوف صحه ده او قوه الملاحظات دي؟ لا شايفه فعلا حاجه ايجابيه بشكل كبير اكتر من السنه اللي فاتت، كانت السنه اللي فاتت فعلا في نواقص عندنا في بعض المراكز كتير، وبناء عليه النتائج ما كانتش على المستوى المطلوب او طموح جماهير النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي او احنا محبين النادي الاهلي وحتى لعيبه النادي الاهلي. ولكن السنه دي بمنتهى الامانه شايف سكواد هايل، يعني صحيح. مع مستر كولر سكواد كويس قوي، في كل مركز لا يقل عن 2 لعيبه او 3 لعيبه، ودي بتعمل منافسه قويه جدا. صحيح. اخرهم لسه حتى بس طبعا ما لحقش احمد القندوسي لسه مخلصينه امبارح، برضه ده لعيب هيفيد النادي الاهلي في الفترات القادمه بشكل جيد جدا. بس هو هيشارك؟ هو اعتقد مش هيشارك. لا مش هيشارك، بقول في اللي جاي بالظبط. انما في التواجد الموجودين حاليا على راس القايمه في النادي الاهلي او المقيدين في كاس العالم للانديه اسكواد هاي في كل طبعا مركز. صحيح. كل مركز 2 لعيبه يقدر ان انا يعني يبقى في منافسه قويه بينهم. لو جيت على مركز حتى راس الحرب او المهاجم اللي كان عندنا شورت فيها شويه، دلوقتي دخل معاهم كهربا، في شادي حسين. صحيح. محمد شريف عدل التهديف، ذاكره التهديف وخد الثقه تاني في نفسه، تبقى منافسه قويه جدا. مختار منهم واحد الافضل هيلعب والباقي مستني دوري. الاول ما ادخل لازم يبقى لي دور عشان امسك في الفوز بشكل كويس. والمنافسه دي في النادي الاهلي بتعمل نتائج وبتعمل دوافع جيده وبتعمل اللعيب يبقى مستعد، انا مستعد، مجرد ان انا انزل لازم يبقى لي علامه كويسه عشان يبقى في استمراريه. وعلى ذكر الدوافع، يعني طبعا النادي الاهلي تواجد قبل كده اكثر من مره في المربع الذهبي بدليل حصوله على 3 ميداليات برونزيه في نسخ سابقه من كاس العالم بالظبط من 8. تعتقد ان في فرصه كبيره للعيبه النادي الاهلي في النسخه دي من كاس العالم ان احنا نشوف لقاء للنادي الاهلي في النهائي، ماتش النهائي؟ والله طبعا كلنا بنتمنى. صحيح. بس حقيقي مش بعيده،
النادي الاهلي اداؤه في الفترات السابقه والدعم الجيد اللي عمله مجلس الاداره لكولر او للنادي لفرقه النادي الاهلي طبعا بصفه عامه وللمدرب الفني بصفه خاصه. انت واخد في الاعتبار في اللي حضرتك بتقوله ده ان انت برضو عندك بكاس العالم عندك فريق برازيلي عندك ريال مدريد عندك فلامينجو بالظبط انا عارف كل الفرق دي موجوده ولكن الكره دلوقتي المستويات اللي احنا شفناها في كاس العالم تديك طموح لحاجات كتير جدا. يعني احنا عندنا مثال حي مباراه السعوديه مع الارجنتين رغم ان الارجنتين بطلت العالم بس يشوف الدوافع والحوافز اللي كانت عند المنتخب السعودي عمل ايه. لا بس هو برضو الارجنتين وقتها ما لعبش بكامل السكواد وبكامل طاقته يعني ما لا ده لعب تقريبا كل ما كانش يعني ماشي خلينا يعني اقول حاجه ماشي. فني ميسي في الملعب بعيد عن السكواد او بعيد عن اي حاجه هقول كلام حضرتك ماشي ميسي موجود في الملعب ميسي موجود في الملعب بيعمل تقل للفرقه بنسبه كبيره جدا بدليل المباريات اللي بعد كده هم استفادوا من خطاهم في المباراه ان هم ما ادوش الاهتمام الكافي للمنتخب السعودي ده عامل الاستخفاف بالمنافس يعني شويه بالظبط بالظبط عملت نتيجه عكسيه معاهم بعد كده تحس ان هم كانوا بيلعبوا بقوه واصرار ودوافع رهيبه لحد ما خدوا البطوله اعتقد دلوقتي المستويات اللي شفناها متقاربه اعتقد هتبقى في كاس العالم الانديه في فريق برازيلي وفي فريق من امريكا وفي طبعا اوكلاند سيتي ده بيدخل على طول ويبقى ورعتنا معاه في الهلال السعودي ريال مدريد طبعا الاسباني بطل اوروبا كل الحاجات دي موجوده ولكن اوقات في الملعب بتلاقي الدوافع ممكن تفرق بشكل كبير جدا وتعمل المستحيل تعمل المستحيل تعمل انا مش شايفه مستحيل مش شايفه مستحيل لسبب بسيط لان انا السكواد اللي عندي لعيبه برضو لعيبه كبيره في لعيبه منهم كواليتي اوروبي يعني ديانج ده لعيب كبير جدا صح. يلعب في اي نادي اوروبي مرتاح حمدي فتحي بمستواه اللي وصل له دلوقتي وتطوير اداؤه الهجومي حاجه محترمه في الكوره عمرو السوليه رجع من الاصابه عنده دوافع ومن اللعيبه المتميزين وطور اداؤه الهجومي بشكل كبير جدا وبقى يسجل ويصوب بشكل كبير عندنا سكواد كويس من المدافعين في محمود المتولي وفي ياسر ابراهيم في رامي ربيعه رجع لمستواه يعني لعيبه على مستوى تقدر ان احنا ممكن نبقى داخل الحدث واعتقد يا رب ان شاء الله انا شايف ان احنا ممكن نعمل المفاجاه ولانها مش مفاجاه انا بحس ان مستويات اللعيبه ما بقتش اللي هي الفروق البعيده قوي اللي يفرق فيها شويه الدوافع والطموح والحماس اعتقد ممكن يعمل مساواه شويه يا مسهل. طيب انا عايز اتكلم برضو مع حضرتك في فكره هنا تحديدا البطوله الاولى مش هقول المباراه الاولى البطوله الاولى هي اوكلاند سيتي خلاص عرفنا التاريخ ان احنا 2006 التقينا مع مانويل خوسيه واحنا فزنا يعني عندنا اكسبيرينس معاهم مطمئنه الى حد ما بس طبعا الكلام ده كان 2006 تمام 2023 طبعا فكر مختلف كوره مختلفه اداء كل حاجه مختلفه بس بتشوف الفارق ما هنا ما بين يعني ما بين ادائهم وما بين اداء النادي الاهلي والكوره عندهم الكوره عند النادي الاهلي ازاي ممكن يكون النقاط هنا قوه وضعف وفي نفس الوقت انا لما اجي اتكلم هل ده اكبر تحدي في المجموعة عندي ولا أوكلاند سيتي يعتبر الأبسط أو الأسهل؟ أنا لو بصيت لها أسماء ممكن أفكر في الأسهل ولكن لو بصيت له أداء في الملعب فرق دايما أوكلاند سيتي أو الفرق اللي هم في نيوزيلندا بتتميز بالقوة قوة ما عندهمش الفنيات العالية قوي نيوزيلندا عمرك ما تتوقع ولا حتى أمريكا تقول إن عندهم كرة قوية يعني برضو بالظبط بس بيعتمدوا على العلم بشكل كبير أو ما بيعتمدوش على المواهب يعني العلم بشكل كبير مع القوه مع الفتنس اللياقه البدنيه الحاجات دي هي اللي بتميزهم حتى في مباراتنا معاهم برضو من كنا بنتكلم من 2006 تقريبا 17 سنه هتلاقي الاداء برضو بتاعه ممكن ما اتطورش فنيا كتير او المواهب عندهم هتلاقيه لعب محفوظ تكتيك هجومي بشكل ان هو بيسموه انضباط تكتيكي بلعب اللي بيقول لي عليه المدرب بيحفظوني على السبوره بتمرن عليه تلاقي لعبهم اداؤه بشكل كبير جدا اداء عايز اقول ما فيهوش نمطي. متعه خلينا نقول ما فيهوش المتعه بالظبط ولكن لاعبتنا ممكن نتفوق احنا في الجزء المهاري جزء كبير جدا ولكن هم في اللياقه البدنيه والفتنس هتلاقيهم في الالتحامات والقوه هتلاقيهم عندهم شراسه. احنا الدوافع اللي عندنا اعتقد ان احنا هنعدي مباراه اوكلاند سيتي لانها تعتبر عنق الزجاجه. انت بتلعب بعد كده بتوصل سيمي فاينل اعتقد ان شاء الله ان شاء الله ان احنا نقدر نكمل يعني السنه دي اعتقد يعني اتمنى ان شاء الله وشايفها قريبه. استعداداتك افضل دوافعك افضل كل حاجه عندك الى حد ما الدعم السكواد السكواد اللي يبقى عندك يبقى بقى الاداء والتركيز والدعم معاك كل حاجه معاك انت كل حاجه معاك كل حاجه معاك الكابتن الخطيب رئيس بعثه والناس صحابي بشكل كويس ورئيس الجامعه فوزي وجح اتصل بيه واطمن عليه انا كان المفروض ياخدوني معاهم والله العظيم انا والله بجد اقول على حاجه
وانا بتكلم بجد بحقائق والله. انا ما فيش مره حضرت مباراه للاهلي في الاستاد الا لما فاز وبيفوز بفارق يعني. حضرت قبل كده المقاولون وحضرت الماتش بتاع الزمالك لازم 3-2 3-0. لا دي اقدم بقى دي اقدم. والله انا يعني ما شاء الله عليكي عشان مصلحه النادي كان المفروض اروح. المفروض على فكره كنا هنروح بس يعني بيحصل شويه حاجات كده يعني. مش مشكله نتابع باذن الله بس يعني نتابع واحنا قلبنا في قرف بتبقى حلوه وفي عارف يعني. لا 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 ما انا بقول في اقدام كده وفي حاجات بتبقى فيها تفاؤل كويس يعني. طب احنا من شويه كنا بنقارن او انجاز التعبير كنا بنستشهد بكاس العالم وبمناسبه كاس العالم مش عارف تتفق حضرتك معايا ولا تختلف في الرؤيه دي او وجهه النظر دي ما عدا يعني شويه استثناءات طبعا على رأسهم الارجنتين بطبيعه الحال وفرنسا طبعا. لكن ما حسيتش ولو للحظه ان مستويات المنتخبات اللي شاركت في النسخه الاخيره من كاس العالم، انا مش بتكلم على كاس العالم الانديه، كاس العالم كاس العالم الدول خد بالك اللي هو اللي كان في قطر مؤخرا، ما حسيتش ولو للحظه ان في تراجع في مستوى منتخبات العادي بتاعها ان هي تبقى اتقل من كده بكتير، ولا سيما منتخب البرازيل شخصيا. تمام. منتخب المانيا والمانيا. طب في رايك بقى ليه ده حاصل؟ ما انا هقول لك حاجه، الاوقات بتحصل كده انكسارات لمنتخبات كبيره، وضع طبيعي. انما انا بتكلم على المستويات الجنرال العام، لو بصينا للعام هنلاقي المستويات قريبه جدا، يعني مباراه كانت تحس ان هي جيم ايكوال، ممكن فرقه كبيره وفرقه صغيره او فرقه اللي هي يعني ايه تاريخها مش قد تاريخ المانيا او مش زي في تاريخ مثلا البرازيل، الدول دي. ولكن طبعا حصل فيها اخفاقات، ولكن تحس ان الكوره اتطورت بشكل كبير، العامل الفني والسرعه وسرعه الاداء والريتم حتى بتاع المباراه اتغير. بس ده خد من جماليات اللعبه يعني، الحرفنه مثلا البرازيليه المعهوده موجود ما شفناهاش كتير. لا شوف يعني هي موجوده بس موجوده في بعض الافراد، يعني لما نيجي نتكلم عن نيمار، نيجي نتكلم عن رافينيا، نيجي نتكلم عن رودريجو، فينيسيوس، دي اللعيبه البرازيليين المتميزين مهريا يمتعوك. نيجي نتكلم طبعا في الارجنتين ميسي نجم العالم، كره بتبقى في رجله حاجه تحب انها تفضل في رجله كتير. نيجي برضه لفرنسا في مبابي، هتلاقيهم افراد، ولكن البرازيل يعني شوف انا البرازيل عديت لك كام اسم زي ما حضرتك قلت يعني انت كلام حضرتك مظبوط في الاتجاه ده، ولكن اوقات جماعي بتحس ما بيبقاش بنفس المستوى الفردي اللي بقى عيال الافراد. يعني لو بصينا للثلث الهجومي بتاع منتخب البرازيل حاجه رهيبه. بس برضو منتخب ايطاليا انا بتفق مع كريم، كان زمان المنتخبات المختلفه عندها حاجات يعني كان سكواد اقوى احسن من وجهه نظر يعني منتخب ايطاليا اكبر شاهد هو البرازيل يمكن بالظبط. طبعا ايطاليا ليها سباقات كتير في كاس العالم وكانت توصل نهائيات وتاخد بطوله. طبعا دلوقتي تبص لايطاليا مش في كاس العالم، باولو مالديني وكانافارو وتوتي ويعني وانيستا اسامي كانت يعني جيل طبعا جيل محترم جيل جميل ولاعيبه كره كبار، ولكن بتحصل اوقات كده يعني بتحصل يعني انكسار شويه في منتخب تلاقيه اختفى شويه لحد ما يجي جيل تاني متميز يبدا في صناعه جيل متميز تقدر تقول ان هو منتخب يعني منتخب قوي. طب البرازيل اللي حضرتك قلت عليه ده هيفضل بتاع يعني لكاس العالم اللي جاي بعد 4 سنين هيفضل برضه فرقه كويسه جدا، لان كل الاسماء اللي ذكرناها انا وحضرتك دلوقتي كلها اعمار صغيره بتتكلم في 20 سنه و22 23 سنه، يعني كمان 4 سنين هيبقوا 27 سنه ووصلوا ونضجوا اكتر كمان بالظبط وصلوا لمرحله النضج، فهتلاقيهم فرقه كبيره. نيجي نقيس بقى كده على كاس العالم للانديه نفس الكلام اللي اتكلمناه، فرقه مثلا الفرقه فلامينجو البرازيلي، نيجي يعني سياتل الامريكي، الهلال السعودي، طبعا ريال مدريد طبعا ده في كفه لوحده لان غالبا بطل اوروبا غالبا بيوصل للفاينل يعني غالبا لان هو بيبقى اقوى فرقه. طبعا. ده سكواد هايل، وفريق ريال مدريد عندها خبرات كبيره، يا رب ان شاء الله نلاقي النادي الاهلي كده في النهائي باذن الله. يا رب ان شاء الله. نورتنا بحلقتنا النهارده وان شاء الله نلتقي على خير ونتكلم بقى في نجاحات النادي الاهلي ان شاء الله في مشاركته ان شاء الله بعد البطوله باذن الله. نورتنا بجد يا كابتن جمال كالعاده يعني. شكر جدا جدا. نشكر حضراتكم على متابعتنا الفقره دي، هنروح فاصل وهرجع انا دكتور دينا ابو السعود علشان نبقى نتكلم فيها عن الفقره دي يعني عن افضل الطرق لانقاص الوزن، وفكره برضو ان انت ما ترجعش تزيد في الوزن على طول اول ما تخس. ناس كتيره جدا بتعاني من الازمه دي. فاصل نرجع نكمل.